مكسوف منكم قوي يا اولاد، والله مكسوف جدا ومش عارف اودي وشي منكم فين. كل الناس بتشجع الفن الا انا مكسوف قوي. بس انا اذا كنت شديد عليكم يا اولاد فعشان عايزكم تذاكروا وتطلعوا الاوائل ومش عايز الفن ده يعطلكم. بس انا والله بحب الفن قوي. تعرفوا بالليل بقى وانا في اوضتي لوحدي كده اعلي المزيكا بصوت عالي واقعد اسمع. بالله عليك بترقص؟ او ساعات ارقص قدام المرايه. اوريك؟ وريني وريني. ايه رايك؟ حلو. اسمعوا انا قررت خلاص اشترك لكم في المسابقه. بجد؟ ايوه. انتوا ما تعرفوش زي انا عارفه كويس. معلش حضرتك نظر عارفه كويس. احلف. معلش احلف بقى قدام الناس. معلش احلف ازاي؟ معلش انا عارفه كويس والله. ايه؟ لا 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 انا خلاص وعدتكم. طب ومس اميره ده هي السبب في كل اللي حصل ده؟ ما تخافيش مس أميرة، زي ما أنا مشيتها هرجعها وهصلح كل حاجة. ازاي عرفتوا تجمعوهم؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الشطارة دي؟ أنا كنت واقف عمال أرقص وأغني ومبسوط قوي معاكم. حلوة بجد يا علي. حلوة قوي. حضرة النظر منذر بنفسه عالي. كان عمال يرقص مش مصدق. تعالي 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 يا حضرة النظر. أنا بلم حاجتي وماشية والله العظيم على طول. أرجوكي أرجوكي تقبلي اعتذاري. تعتذر لي؟ أيوه. انا مش عايزه حضرتك تعتذر لي ولا عايزه ارجع المدرسه. انا كل... عارف انت عاوزه ايه. عايزه ايه؟ انا خلاص هشترك للولاد في المسابقه. بجد؟ ايوه بجد. هخش المسابقه؟ اه. هما كمان عايزين يقولوا لك حاجه. احنا حياتنا مختلفه من اول يوم بنتولد فيه، ومهما حكينا وقلنا مش هتحسوا باللي احنا بنحس بيه. احنا واهالينا والناس اللي بتحبنا، بس في حاجه واحده بتخفف عننا كل المعاناه والإحساس بالاختلاف ده، لما الناس كلها تكون مشغولة في حياتها وشغلها ومشاكلها ويظهر إنسان، ويظهر إنسان في وسطها. ويظهر إنسان في وسط أصعب ظروف، ممكن أصعب سنين، يبصلنا ويهتم بينا ويطلب من كل اللي حواليه وحوالينا يرعونا ويحبونا ويتعلموا ازاي يساعدونا. وقبل المسابقة احنا جهزنا اغنية عشان نقول بيها شكرا بطريقتنا. صحة تطلع من قلب القلب في وقت